ماذا يسمع المصريون؟ عن الموسيقى المصرية وعن الأعمال الموسيقية الكبيرة للسينما والدراما والمسرح. مع الموسيقار الكبير دكتور راجح داود. مفيش اهتمام بهذا النوع من الموسيقى لأنه هو نوع طبعاً مش كوميرشال. وعن الفن والتجارة ومنطق السوق. أنا هدفع كام وهاخد إيه؟ دي مشكلة. هتدفع آخرين أيضاً للانسحاب من هذا المجال. أنا مالي أنا ومال مغنيين المهرجانات. مين اللي اختارهم؟ اللي اختارهم اللي بيسمعهم. اللي بيسمعهم سمعهم ليه؟ لأنه ما لقاش غيرهم يسمعه. حوار جديد وحديث الناس في حديث العرب من مصر الخميس السابع مساء على قناة مصر الأولى.